أهلا بكم في قناة اقرأ لي كتابا. حلقة النهاردة عن الذكاء الاجتماعي وكيف يتعامل الإنسان مع غيره بطريقة ذكية. مبدئيا يعرف الذكاء الاجتماعي على أنه قدرة على التواصل مع الآخرين بطريقة إيجابية وبناء علاقات المحبة والألفة وصناعة الصداقات الجيدة. كثيرا ما نسمع عن أشخاص متفوقين في عملهم وذي قدرات عقلية فائقة، إلا أنهم فاشلون في حياتهم الاجتماعية، وذلك لأنهم يفتقرون إلى الذكاء الاجتماعي، وهذه من أخطر المشاكل التي قد تسبب للشخص الأمراض النفسية والجسدية. فالحياة الاجتماعية السليمة تقود إلى سلامة الصحة النفسية. إذن علينا أن نعرف كيف نتعامل مع الآخرين بطريقة ذكية. أولاً، علينا محاولة فهم الأشخاص المحيطين من خلال الاستماع إليهم وإعطائهم الفرص للتعبير عما يجول في خاطرهم، مما يزيد من قدرة تحليل شخصيتهم وفهمها، وبالتالي يسهل التعامل معهم. علينا أيضاً احترام وجهات النظر الخاصة بالآخرين، فالتعصب لرأي معين دون أدلة وبراهين يجعل الناس ينفرون من الشخص ويبتعدون عنه ولا يحبون مجالسته. ثالثاً، تعلم أسلوب التواضع الذي من شأنه زيادة محبة الآخرين للشخص المتواضع، فالناس تبتعد عن مجالسة الشخص المتكبر ذي النبرات العالية. رابع طريقة من طرق التعامل بطريقة ذكية، استخدام أسلوب التعامل الطبيعي النابع من قلب الشخص نفسه، والابتعاد عن التصنع والتمثيل لأن ذلك سيكون واضحا لمن حولك. خامسا، عليك محاولة المحيطين بك بلغة يفهمونها من أجل سهولة التقرب إليهم وبناء العلاقات الطيبة معهم، فمن الصعب تحقيق التفاهم مع الناس بالتحدث إليهم بلغة لا يفهمونها. سادساً، من أكثر طرق الذكاء الاجتماعي أهمية هي الابتسامة. استقبال الناس بالابتسامة التي تفتح قلوبهم وتشعرهم بالرغبة في التعامل مع الشخص، فالابتسامة هي السلاح الذي من خلاله يستطيع أي شخص أن يخترق عالم أي إنسان، وحتى من كان يتصف بالجدية فعند التعامل معه دائما بالابتسامة سيجعله يتراجع عن هذه الجدية. سابع طريقة، ضبط الأعصاب والابتعاد عن العصبية عند التعامل مع أي شخص مستفز، فالعصبية دائما ما توقعنا في الأخطاء وتجعل المحيطين بنا لا يرغبون في التعامل معنا. الخطوة الثامنة والأخيرة، التعامل مع الآخرين بأسلوب اللين واللطف. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الذين تعرضوا للأذى من المحيطين، إلا أنه لم يترك اللين والتعامل الحسن معهم. وأكبر مثال على ذلك معاملته لجاره اليهودي الذي كان دائما يلقي بالقاذورات أمام بيته، وعندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات صباح ولم يجد القاذورات أمام بيته سأل عن اليهودي ليتضح له أنه مريض، ولذلك قام بزيارته.